سجن هرانا وعلينا الحزن والحدود وضركام وحيد سباويل بالحزن سنادي وانا بعد جار الله ياه وسعد على الفقود وعزي عليهم ما يوه بكلمات زيدا عزي عي الجار والله الزاد والزناد وعزي عي السعد والشهادة تغمد وعزي معهم والبقي من عي العباد ومن قد واقف صيفهم والمحيادة كتب كلمات هذه المرثية الشاعر أبو عمار الجبهة فرع أحمد ناصر محمد المرامي تعزية بعد وفاة المغفور لهم بإذن الله تعالى سعد عباد المرامي وجار الله عباد المرامي تغمد الله الفقيدين بواسع رحمته وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان من أداء أبو هاجر المعصبي هندسة وإخراج الأستاذ هشام الكوماني. مع تحيات تسجيلات الكوماني. دعيناك يا بنت واعلم القسط والمراود ويا من خلقت الناس من نفس واحدة لكلماتك البحر وين تنفذ مع المداود وتخشى علاك الأصوات والأرض هلدة لك الكون سبحك وين الحي والجماوات وسبح لك الإنسان ما حن رعدة لك الحمد في النعمة ولك الحمد في الشداد ويا من دعك عيسى ونزلت وشرفتنا بالدوين وعلنت بالجهود وقلت الشهادة فاير فسنة وقعدة نجاهد بنصر اويل والظلم والفساد نقاتل على المظلم ولا نسعدة نجاهد ونستشهد بلا خوف وارتداد ونقتل ونقتل في سبيله وموعده وبعد الدعاء يا رب كف تقهر العباد وعاد الامل كله وين يفرح بولي ويا سجنا هرعنا واعلن الحزن والحدود وضركم وحيد سباويل بالحزن سندا وانا بعد جار الله ياه وسعد على الفقود وعزي عليهم ما وهب كلمات زيدا وعزي عي الجار والله الزاد والزناود وعزي عي السعد الشهادة تغمدا وعزي معهم ما ينبقي من عي العباد ومن قد واقف في صيفهم والمحيين من العمر 16 سنة سارة في بحوث حنين الحنين السوج إلى حن نهدا يصبح ويمسي كل مسجون في عناوات وتمضي عليها عوايام ويام شهدا وكم من باري مظلي يوم بيم ساكو قوت وكم من قاتل بالعيام دي يخرج مزهدا ولا الشعب في حكمي القضى منه استفاد ولا الحاكم اصطر حيكم من دون غيره وبعد القصص والسيلم والحل والصداوة
الأحد وسجلها وما ترى ويخي ذكراها خالدة وكم من بطل قول كلمة له اعتمود وقرية ما رمى الجوش وهو كان قيدة وقد قد دار الله سول من أرض يزيود الحمير وموسى خيال والناس رقدة ولا تطمعوا في أرض ما هي من البلاد ولا تشعلوا فتنايا ولا حرب بريد ولا تمالوا دنيا ولو حبها وداود ولا تفرحوا بموايا لصفقة جمدة تأكد من البندياق ومن شوكة الزناد ودافع عن المظلوم من ظلم سيدة ومن باعهم أو خيونهم مهلوها الزود ولا يأكل الإنسان لحمة سواعدة على الأخ ما يخرب الشيء السف من القمد ولا يقبل الإسلام من خاين يعهد وفي ختمها ذكرى والنبي يشفى الفؤاد عليه الصلاة تخشاه والروح سجدة محمد نبينا أفضل الخلق والعباد كفي عمته من نار حمراء وقده